رجعنا من جديد في فير بلاي، نحلوا موضوع المنتخب التونسي. اليوم مقابلته ضد منتخب غينيا الاستوائيه، والتحقوا بنا ضيوفنا زميلنا الاعلامي سامي العكريمي. اهلا بك. اهلا بك سلام، واهلا بمستمعينا الكل. شنو احوالك؟ صيفي وين صيفت السنه؟ 4-5 أيام في قليبي يكفي. كهو؟ يزي. 4-5 أيام في قليبي كيما شهرين في بلاصه اخرى. صحيح. سي المنشي شنو احوالك؟ بومجيب ابراهيم. مرحبا بك خويا اسلام، ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام، وان شاء الله تتعدى حصه طيبه ان شاء الله. انت ولد المرسى ما تخرجش من غادي. من المرسى ما نخرجش، يمكن نخرج من المرسى نضيح. باهي، كان بريفي باش يكون معنا ايضا نيس العيار اللاعب الدولي السابق. للاسف يبدو انه عنده كوفيد 19، تو بعد ناخذوه بالتليفون نتمنوا على صحته وحصيله. انيس العيار نسلموا عليه ورشه. نحكيو ايضا على المقابلة اليوم مع المنتخب الغينيا الاستوائية، منتخبنا يبدأ اليوم مشوار التصفيات في التصفيات المونديال في قطر 2022 ضد منتخب غينيا الاستوائية. الجديات تبدأ اليوم في المنشي. اليوم بمباراة دوميسيل، معناها اللي الناس ممكن تظن اللي مش تكون مباراة سهلة، لأن ضد غينيا الاستوائية أنا حبفت اللي المباراة دي تكون في غينيا، لأن نعرفوا شنية الطريقة اللي نلعبوا بها. لكن اليوم في تونس ثم حاجات في الفريق الوطني التونسي اليوم اللي معناها متخوفين منها، سورتو بارابور على مباراة اللي صارت بعد الفريق ضد الفريق الجزائري، اللي شفنا برشا معناها كونتونا ان كونفرونتاسيون مع ايكيب كبيرة كما الفريق الجزائري. شفنا المستوى نتاع الفريق الوطني التونسي، ما فماش استقرار دفاعي، ثم اشياء صايرة في الفريق الوطني التونسي سورتو بال لا نون كونفوكاسيون دو معز بن شريفيه كي في ديبا اكطوالمون. نحب نذكروا لان سي ان جور تيتولير اللي يلعب، اي مانك با دو كومبيتيسيون. لا سول ساتيسفاكسيون الموجوده هي وسط الميدان. الهجوم مشكله كبيره، لان انا با لا بيرسون ولا جوور هذاك كي كابابل دو لي مومون ديفيسيل باش يعمل بور ديكونتي ان ريزولتا ويعمل لك الفارق بار ان اكسيون انديفيدويل، ماهيش موجوده. والحاجه اللي كنا متخوفين منها الكل وحتى الجماهير والملاعبيه اللي في تونس، اللي باش نوصلوا نلقاو فريق وطني تونسي من غير حتى لاعب ينشط في الدوري التونسي الاكسبسيون دو محمد علي بن رمضان. دونك هذايا الشيء علاش نقول لك هذايا اللي نتخوفوا منه، نتخوفوا من اشياء تنجم تصير هي لا كومبليمونتاريتي اونتر لي ليني. وماك تعرف اذا كان عندك لاك سونترال اليوم ثم دي مومون ما همش باهين ما بين برون ومرياح، خليت اللي للاتيرو باش تجيهم عمل كبير برشا ونيفو دو لا كوفرتور. خليت اللي اليوم هذا الشيء اللي متخوفين منه. واليوم الفريق غينيا الاستوائية باش يلعب هذاك بلوك با معروفه هذيا، وينجم في نفس الوقت ينجم يفاجئنا باش يعمل امبريسينغ تريو ضد الفريق الوطني التونسي باش يحاول يفاجئ، لان راهو حتى مباراه ماهي سهله. على علم وان الفريق المصري فاز 1-0 ضد انغولا، وبربي مش نحب نصلح حاجه للناس اللي تقول اما الفريق الجزائري فاز 8 بلاش. فريق الجزائري راهو يجي نقول لك حتى لاعب اسرت عملوا الكوب دافريك الاخيره والكوب دي موند وكل، حتى لاعب ما ينشط في الدوري الجزائري. باش نوريك اليوم معناها الناس تلعب دون لي جران كلوب، كما يقول سامي ديما يقول لك لي جور كونتي جو دون لي جران كلوب عندهم قيمه وعندهم معناها لو بلوس اللي يعطيوه حتى بارابور على كلوب كي يرجعوا لغديكا. انا نقول اللي مصر، علاش نقول على مصر الناس باش نصلحوا لهم، راهو محمد صلاح مش ليفربول رفضت باش تقبله باش معناها يجي. ليفربول نا با لو دروا لا بروف ساديو ماني مشى يلعب مع السنغال. اوباما يونغ لعب مع القبر. يعطيك الصحه. دونك هذايا سي ان اكور اون انترن، وتستغلوا ليفربول تقول لك احنا ما نسيبوش محمد صلاح، علاش سيبوا ساديو ماني؟ دونك نو هذايا سي ان اكور اونتر لي دو كلوب اونتر لي دو بيي. خليت لي محمد صلاح ما شاركش في المباراه هذه لان مباراه اونتر بارونتيز سهله ضد انغولا، يقول لك النجم نستغلوه في فرصه اخرى. وهذا هو الشيء. انا نقول تو سامبلومون الشيء اللي مخوفني هو اليوم اللي او نيفو دو لا كومبليمونتاريتي في ليكيب، هذا الشيء واللاك سونترال نتاع حتى نحكيو بعد اكثر تفاصيل فنيه. سامي شنو رايك في كلام سي المنجي وكيف تشوف المقابله اليوم؟ والله يسمى ساعة العديد من النقاط معناتها يلزمنا نقف عليهم. النقطة الأولى هو أن البلد الوحيد نحن البطولة نتاعنا مازالت ما بداتش، ما نعرفوش وقتاش بدات. مصر ما بداتش زاد. اي لا معناتها المغرب ما بداتش. احنا وفينا في مي مي لو 19 مي وفينا، معناتها عندك مي جوان جوي اوت سبتمبر، عندنا 5 أشهر. ثم دي سيكل سبورتيف، ثم دي سيكل سبورتيف كي نسون با دو تو ريسبكتي. جوار معناتها يقعد 6 أشهر اي ني با كومبيتيتيف،
إن با كومبيتيتيف معناتها شيء مش معقول. هذه هي ساعة الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قبل ما ندخلوا في غمار معناتها كأس العالم معناتها التصفيات هذوما، شنو هي احنا الأوبجيكتيف نتاعنا؟ الأوبجيكتيف نتاعنا أن مش نخرجوا من المجموعة هذه، ممكن نخرجوا من المجموعة هذه وممكن زادة ما نخرجوش من المجموعة هذه. وهل وقت نتعداو بعد التصفيات النهائية باش نمشيو لكأس العالم، هل باش نخرجوا نمشيو لكأس العالم؟ وفي الأخر نقطة الاستفهام الكبيرة، مش نمشيو نحن لكأس العالم اللي هو باش نلعبوا البريمي تور معناتها ونخرجوا من البريمي تور، لأنه معناتها أنه تكون برمجة ويكونوا دي زوبجيكتيف كلير وكل، إن يا أوكان أوبجيكتيف كلير ولي زوبجيكتيف هذوما غير معلن عليهم، فهمت؟ يلزموا يقول شنية معناتها الأوبجيكتيف تاعك باش تمشي ترشح أنت لكأس العالم، شنية لي زوبجيكتيف تاعك؟ إيما هدفنا تو نترشحوا بعد يعمل الله. تيمو يعمل الله عاد معمل الله معناتها خمسة ولا ستة مرات. نبطلوا لا لا معمل الله خمسة ولا ستة مرات. ستة مرات وهذيك هي معناتها الدور الأول وهلا إعلامية وعياط وسياح وطيارة وباش نسكنوا في اللوتيل الفلاني واحد وكله بعد نعرفوا النتيجة. الملاحظة الثالثة وقت نشوفوا معناتها يشوفوا سيدي المجموعة الحالية، المجموعة الحالية إذا ما ثم معنا حتى لاعب، ما ثم حتى معنا حتى لاعب عمل قفزة نوعية، معناتها كان في فريق مشى الفريق أكبر ولا حاجة هكا، حتى لاعب تكلموا برشا على الصخيري ولا ترشنوا الصخيري تحافة التونسية، لأنه الخارج راهو ما تكلموش برشا على الصخيري. بيلد تكلمت على الصخيري. لا نحكي لك الصخيري قعد في شتوتغارت، الخزري كولن. الخزري أي كولن. الخزري حاولت معناتها سانتيتيان بكل الطرق الممكنة أنه تتخلص منه، لأنه عنده أن جرو سالير وسيتان جوار تري سبيسيال معناتها مزاج وكل، ما نجموش يبلاسيوه، ما نحكيوش على اللي خرج من اليوفي كل. لذا المجموعة متاعنا الحالية، المجموعة متاعنا الحالية اللاعبين اللي فيها، اللاعبين اللي فيها ما تحسنوش على المستوى الرياضي، نقولوا معناتها إلستاغن معناتها سور لو بلان. نجيو توا معناتها للمباريات هذوما، نجيو المباريات هذوما نحن نعرفوا حتى وقت طحنا في مجموعات اللي ما بين ظفرين معناتها في المتناول نتاعنا كانت عندنا صعوبات كبيره ياسر، وخاصه صعوبات اللي تكلم عليهم توا منجي ابراهيم، صعوبات على مستوى اللعب. التوا ما عندناش ان غارديان سور اي تيتولير، التوا ما عندناش اكس سنترال، التوا ما عندناش افون سنتر، التوا نقطه الاستفهام الكبيره نتاع يوسف المساكني، ثم عديد وعديد نقاط الاستفهام اللي كانوا موجودين قبل واللي ليست لهم أجوبة. لذا بالنسبة لي أنا الفريق هذايا سيئون متيلو باش نكتشفوه كما مش يكتشفوه الناس كل، نكتشفوه لكن ثم سوابق معناتها شفنا أنه الفريق هذايا ديما عنده صعوبة كبيرة على مستوى اللعب وعلى مستوى معناتها النتائج. بيس المنجي خلينا نحكي أول حاجة على القائمة اللي بنيديك، هل هذم أفضل ملاعبين نجم يكونوا في المنتخب اليوم؟ هو راهو سهل المأمورية بتاتر السيمندر كباير اللي معناها استدعاء الملاعبية هذوما، لأن كما قال سامي الشامبيونا مازال ما بداش، على علم وأنا ثم في بلدان كما السودان الشامبيونا يوفى في نوفمبر، معناها الشامبيونا مازال ما وفاش لليوم، معناها باش يوفى في شهر نوفمبر، خليت لليوم هذاك اللي خلى بتاتر لقى بتاتر زاد في نفس الوقت خدمة سيموندر كباير، لأن اليوم إذا كان الدوري التونسي كان موجود وتستدعي منه واحد بركة، احنا راهو معناش الفريق الجزائري ومعناش الملاعبية الجزائريين. اليوم جوار الجيل تونس مش عامل مزية على تونس، واحد بخلاف لغارديان معناها أبار أي اليوم اللي يجي باش يمثل الفريق الوطني التونسي يجي مش عامل مزية على الفريق الوطني التونسي، لأن اليوم في السيفي متاعو يلقى روحه عنده ان سيليكسيون بلوس وتيل خالص، كل شيء البريم دو ماتش لي ديبلاسمون كل شيء موجود، الامكانيات كلها موجوده متوفره للفريق الوطني التونسي. لكن اليوم يلزم الجوار التونسي، اليوم راهو الكره ماهيش ديز انديفيدواليتي، وشفنا احنا في فرنسا توا شنو اللي صاير مع ليكيب دو فرانس، وشفنا في الكوب شامبيون دوروب الاخرانيين شنو اللي صار مع ليكيب دو فرانس. لان علاش؟ لان اليوم اذا كان القائمه اللي عندك ماهيش متكامله مع بعضها، لان ما عندهمش برشا تربصات مع بعضهم، والملاعبيه هذوما تنجم تعيط له خاطر تو با لو شوا، وهما الملاعبيه هذوما ماهمش كومبليمونتير اونتر لي ليني. لا بروف انت اليوم كي تشوف بعد ساعات كشريده تحطه كلاعب وكل شيء يعدي لك مباراه اكسبسيونيل، الماتش اللي بعده تلقاه رومبلاسون. دونك هذه الاشياء اللي تخلي اللي في ليكيب ناسيونال ما تنجمش تكون اليوم افيك ديو اي ديبا،
راهو اليوم احنا في تونس يلزمنا نعملوا على فريق، ما نعملوش على ديز انديفيدواليتي. اذا كان نعملوا على ديز انديفيدواليتي ما عندنا ونمشيو ما عندناش اصلا. لا وبعد ساعات الناس الكل ديما شو، اذا كان اليوم يوسف المساكني لازم يكون رومبلاسون ويدخل ربع ساعه الاخرى لازم يكون رومبلاسون، اذا كان اليوم يوسف المساكني ما عندوش البوتنسيال باش يكون تيتولير ابارونتيير لان يفا جوي اون فونكسيون دو لوي مام. شوف انت ما عندوش اذا كان بور لو مومون اترافير لي ماتش اللي شفناهم الاخرانيين ان با لو بوتنسيال بور اتر تيتولير. ما عندوش، عنده 3 سنين سامحني فوترونيت دونك انت سامي نعرف موقع. لا عنده 3 سنين مش من اليوم. شو بارمي اجي نقول لك حاجه، مو جي ديكوفير يوسف المساكني لافي 16 ans. دونك انا يوسف ويهاب جو لي زادور وكل شيء، لكن راهو لا فيريتي دو تيران الي تري تري امبورطونت. اليوم يوسف زاده يدوا هذا مهم برشا، يدوا ميو سو فير ريغريتي كو ريغريتي دو ريستي، لان اليوم راهو اذا كان تقول جي نهار وتعرف روحك انت، انت اليوم مدرب الوطني التونسي يجي يوسف مساكني يقول له اسكو تو بري اسكو تو ديسبونيبل بور كومونسي لو ماتش، باش يقول له اي با با سو باسي دو لوي. لأن إذا سي سو باس دو لوي تعدى ماتش مش باهي يقول لك علاش ما لعبتوش، سي إذا كان يلعب ويتعدى ماتش خايب يقول لك جي كومين. منجي أنت تتصور أنه منظر كبير يحكم في الحكاية؟ لا شو شو لا سامحني لا منجي أنت توا باش تجبد أنت لا مش لا أنت هل تتصور احنا نعرفوا أنه على مستوى القائمة، نعرفوا على مستوى التشكيل الأساسي، ونعرفوا في الميتون شكون يهبط للفستير، دونك وقت تجي تقول لي يوسف المساكني اجي نجم يكلمه كل احنا نعرفه ويلزمنا نقولوها والشيء هذا مازال متواصل، ان منظر الكبير محكوم على امره ومنظر كبير ما ثماش برشا حاجات يحكم فيهم على مستوى الفريق الوطني. سامي هذا مش رايي، هذه حقيقه. سامي نقول لك حاجه، اذا كان اليوم انترنور بلا سماح سيدي المنجي، هو بخلاف رايك ولا حقيقه الكلام فوز البنزرتي تقريبا وين يخرج يقول ويأكد انا قلت قبل مش خاطر انا منذ اسبوع في تونس نقل نفس الكلام. مش خاطر انا قلتها، مش انا خاطر انا قلت لاني انا صحفي وعندي المعلومه انه السيد هدايا هو اللي يعمل القائمه، نعرفوا انه السيد هدايا هو اللي يعمل التشكيل الاساسي، ونعرفوا انه السيد هدايا يتدخل بين الشوطين، يدخل معناتها للفستير والناخب الوطني قاعد وهو يتكلم، هذه انا عارفوها. لذا وقت اذا باش نحملوا مسؤوليه، ثم مسؤوليه المدرب، لكن ثم مسؤوليه انسان اللي هو رئيس الجامعه، واللي هي راهو مش يخبي فيها، راهو ما يقولكش انا ما ندخلش، لا ما يقولش ما ندخلش. لذا هو ايضا مسؤول على الاختيارات الفنيه، اذا مسؤول على اختيارات اللاعبين، ومسؤول ايضا على النتيجه وعلى الاداء. انا نحكي سيرج تفضل اخوي اسلام، انا نحكي انا فوتبول، نحكي انا كوره، لان انا ثم اشياء ممكن سامي ولا انت اخوي اسلام تعرفوهم اكثر مني انا، لكن انا اليوم نقول اللي اي ناخب وطني في اي بلاد في العالم اذا كان ما عندوش شخصيه وما عندوش قوه شخصيه وبيرسوناليتي بور فير باسي سي زيدي، انا في بلاصتو نقدم استقالتي، لان اليوم اي شخص كان ينجم يعطي اوتور دو ليكيب ناسيونال يعطي وجهه نظره، لكن لا ديرنيير ريبونس. انا نعطيك ان اكزامبل صار اخر مره مع الفريق الجزائري، وعلاش نقول انا وبارك الله فيهم اللي انا ايزون لوفي لو بيي، نحب ولا نكره، ولا كانوا يعطيونا ان كارتون باش يقعد في التاريخ، لان اللي شفته شيء غريب. جاء واحد من المسؤولين لسليماني، اللاعب سليماني، قال لهم راهو عنده اتصالات بموناكو يلزمو يلعب بالمادي، قال له جو في فوار. الحرف الواحد سليماني لعب دقيقتين الاخرانين في المباراه. دونك بور دير انا نسمعك كصاحب، مي لو بوفوار ديسيزيونيل عندي انا، ناخذ ديسيزيون نتحمل مسؤوليتي. لكن اليوم ثم برشا مدربين زاد كانوا يحكموا فيهم رؤساء الجمعيه، منهم مدرب على علم، وانا وقت اللي قالوا له العب هكا وبدل طريقه اللعب وخسر 2-0 في الشوط الاول تو في الاوف، نعطيك اسم سميها. لا ماذا بك، لا يخليك يا اخي في الميتون. قالوا السيد الرئيس كيفاش باش نلعبوا؟ قالوا تحمل مسؤوليتكم. بعد سال الرئيس ما ينجمش ما يغيرش الفريق، وغير الفريق
وفاز الترجي الرياضي التونسي ب3-2. دونك انا نقول تو سامبلومون اليوم كان في الترجي الرياضي التونسي انا نقول اليوم تيبربي خلينا الماء شو الحاجه اللي انا نقولها ديما والله البلاد هذه وكنعرفوا قيمه برشا اشياء ونحطوا الشخص المناسب في المكان المناسب. اليوم ما نستحقوش الكفاءات تاع سامي ولا تاع مونجي ولا انا جي با بزوان باش نحب مي نستعملوا الكفاءات نتاع الناس. اليوم نستعملوا مصلحه الاشخاص وديتريمون مصلحه النادي. نعطيك علم اللي الناس لمصلحتهم هما طلع مع فريق كبير ماشي لمصر هو يحب النجم الرياضي الساحلي وصل للمطار في ليبيا ولا يحب الترجي الرياضي التونسي. دونك اليوم ساسوفي بالاشياء اللي قاعده صايره في الكره في الرياضه. اذا كان باش نقدموا بالرياضه يلزم ان بروجرام عملته المانيا وقت اللي كلات اربع بلاش كانت تفكر سامي ضد كرواسيا اون 98، عملتها فرانسا وقت اللي عملوا كلير فونتين قالوا 10 سنين مش نعاودوا نبنيو بعد 10 سنين. برافو عليك. وقر تشوف المانيا وين موجوده واليوم تشوف لي كلوب راهو اليوم زاد لي كلوب تونيزيا يلزمنا اليوم اون ريونيون بور لانتيري دو فوتبول تونيزيا لان عندنا ان غاشي انورم. راهو اليوم لي كلوب سي عندهم لو بوفوار ديسيجنال. سي كلير كو برشا دي كلوب بريزيدون كلوب عندهم شيكان وعندهم مشاكل وكل شيء، لكن اليوم لانتيري نتاع البلاد قبل كل شيء. واليوم عندنا الامكانيات او نيفو دو جو او نيفو دي فوتبالور يلزمنا نعملوا او نيفو دو لا فورماسيون باش ما نبداوش ديما تريبيتور دو تيل و تيل جوار اللي هو يجي لهنا مش عامل علينا مزيان. اللي يجيب الجوار التونسي اللي يلعب لبرا مرحبا به يلزمه يكون احسن من الملاعبيه اللي يكون اللي انت موجودين عندك. اليوم هذا اشياء هذه رؤساء النوادي نجموا يغيروها افيك اون اسامبلي اكستراوردينير نجموا يغيروا نجموا يعملوا برامج لمصلحه الرياضه التونسيه. اليوم برشا جوارات تجيل تونس وانا نقولها ديما الجوارات اللي تجيل تونس عندك 96 و97% ان فياسكو ان فياسكو توتال فينونسي دو تو سكو تو فو. احنا اوني نيميرو 1 في الفيفا على العلم نيميرو 1 على الشكايات اللي قاعده صايره. يلزمنا نشوفوا لا رياليتي اون فاس بور لانتيري دو كلوب لا بيرسون اديكوات ا لا بلاس اللي لازمه باش تكون لمصلحه النادي لا لمصلحه الاشخاص. سامي كي نشوفوا القائمه ما غير نقراو في الاسامي ابرز ملاحظه فهل لي موجود ثلاثه اظهر على اليمين وثلاثه اظهر على اليسار. اسامه الحدادي علي معلول وعلي العابدي على اليسار حمزه المثلوثي محمد راجل وجدي كشريده على اليمين. شوف هي حاجه بيزار شويه معناها. شوف هي القائمه سامحني سامي سورتو الدوميسيل بالضبط. نعطيك حاجه والله توقف المخ سورتو الدوميسيل. تعرف جيرو كي يمشي يلعب الاكستيريور سامحني خويا سامي خويا اسلام جيرو كي يمشي الاكستيريور وقت اللي راني اوكسير يمشي سون غارديان روبلاسون افيك ان جوار اوفونسيف ان اتو سوبليمونتير. احنا تجيب لي ثلاثه ريال دروا ثلاثه ريال جوش ضد غينيا الاستوائيه. سامي لا شوف معناتها انا نتبع معناتها ملي دخل معناتها منذر كبير شوف العمل نتاع المدرب والناخب الوطني تشوفوا ثم تواصل ثم اون سيرتان لوجيك حتى ولا كان ثم مرات توارث ثم لاعب مش في فورما ولا لاعب مضروب ولا حاجه ان يا اوكون ليني ديريكتريس. وقت نقول لك يا اوكون ليني ديريكتريس تبدا بالاساس نتاع فريق كره قدم هو حارس المرمى. عمل هو في وقت سابق باش نجيك الجارديان احكي لي على النقطه هي بعد نجيك اي معناتها هذايا القائمه هذه القائمه هذه تعني ان الناخب الوطني هذايا ما عندوش فكر ما عندوش برنامج ان با اون فيريتابل ليني. وهو نقول لك معناتها وهذا يترجم على الميدان الفريق الوطني التونسي ما عندوش هويه في اللعب نتاعو ما عندوش هويه، لا عنده هويه لا عنده ساعه دي شيما تكتيك فيكس، لا عنده توا وقت تجي انت تقول مثلا تلعب يا سيدي عندك ثلاثه على اليمين وثلاثه على اليسار، معناتها يلزم من السته هذوما عندك زوز غله تنجم انت تبني اللعب نتاعك على دو جران زاريير لاتيرو، اور احنا نعرفوا اللي معناتها على المستوى الدفاعي ما ثم حتى واحد منهم كي تري فور سو لو بلان ديفونسيف. حدادي قوي شويه
ولا ما ينجموش يكونوا ثلاثة. حدادي ينجم يكون قوي وقت حدادي تحطوا غاديكا ما يقدمش. ما ينجموش يكونوا ثلاثة في مستوى باهي باش ما يتنحى حتى حد منهم. هما كيما ما هي السابقة تو مثلا انجلترا في القائمة الأخيرة عندها تروا زريا جروا عندها تريبيير وولكر وارنولد كيف كيف معناها. شوف أنا قلت لك ثم ليدي دو باز، ليدي دو باز أنت وقت تجي جي مثلا أنت في في سامحني أربع أسامي عندها جيمس بتاع تشيلسي في نفس القائمة عندك في الندوة الصحفية، الندوة الصحفية يجي مدرب وطني ولا يجي مدرب ويسألوه ويقولوا له الواه أنت جايب تروازا رياض لاتيرو غوش وتروازا رياض لاتيرو دروا ويفسر هو الواه جايب هدايا فسر شي هو هدايا هو فسر الحدادي قال نعتبره أكسيال ولو أنه عمره ما لعب أكسيال تقريبا في المنتخب حدادي حدادي لعبوا أكسيال لعبوا هارير غوش لعبوا دمي ولا لا لعبوا دمي قلت لك الفكرة غير واضحة الفكرة غير واضحة من حارس المرمى إلى آخر مهاجم القدام الفكرة غير واضحة تحب تحكي على حارس المرمى سابرين بن محمود في الأخبار وبعد أنت كلمة تحكي على الجارديان.